وش بقى عاقلين على هينا؟ لا شكل لا. يلا ومعنا شوف. هينا واش واش حشاك الليلة واش. الحكاية ديالنا اليوم هي من تراث الشفاهي الشعبي. عاودين لينا جداتنا وجداوات جداتنا. القصة ديالنا اليوم على هينا. وكان حتى كان في قديم الزمان في سالف العصر والاوان كانت واحد الغابة حاكمها واحد الغول شيطان. وكان ديك الغابة كيمشي واحد الغولها خمسة البنات وواحدة منهم هي هينا. هينا كانت واحد البنت آية في الجامع بوقوصة، شعر طويل، عينين مجبدين، الفم كات بوقوصة كيف ما تنقول. خاصة في العشية ما يتعطلوش. في واحد العشية تعطلو تمو غاديين خارجين من الغابة هما يلقاو البنات. كاين اللي لقات خاتم، كاين اللي لقات ليش، كاين اللي لقات المهم كل واحدة شنو لقات. هينا لقات مشهب، خدات داك المشهب دارتو في الرزمة ديالها وغاديين خارج اللي هما غاديين خارجين كيما كديرو في الرزمة. تيطيح لها الرزمة ديال الحطب وتيعاونو البنات تم غادي عاوتاني شوية تطيح لها الرزمة. ملي شافو قرب يطيح الظلام البنات مشاو وخلاوه. واحد اللحظة هو يضرب واحد الضو في شكل انا غنعاون تبارك الله كان ظريف داك النهار ماعرفتش كيفاش اجا. قال لها غادي نعاونك غنهز معاك الرزمه ديالك وغندير لك المشهاب وغادي نمشي. نهار نعيط لك نقول لك هينا مدي المشهاب مدي المشهاب. قالت لي صافي. داكشي اللي دار عمي الغول هزم لها الرزمه ديالها دار لها المشهاب ديالها تماك ومشى. في واحد الليله الشتا كتصب خيط من السماء البراق والرعد. جا عمي الغول كيدق في الباب دق 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 دق. شكون عمي الغول؟ اش بغيتي؟ هينا مدي المشهاب. قالت لي تمدوا لك امي. قال لها لا. قالت لي تمدوا لك خالتي. قال لها الله يخليك لا. قالت لي تمدوا لك عمتي. قال لها يعطيك العمى لا. ماش قالت لها؟ قالت لها غتمشي غتكاين شي هي خلي الخادم يطلع فوق منك وتمدي المشهد. شي اللي طرا ملي مشات تكات هينا طلعت الخادم فوق من ظهرها مدت لي المشهد. هاك اسي الغول على المشهد. الغول شنو دار؟ ما عجبوش الحال. خدا المشهد شال الخادم في عينيها هو يخطف هينا. رجعت الخادم كتبكي وكتغوت عيني مشات هينا تخطفات عيني مشات هينا تخطفات. المهم بحال هكا خطفها خداها هو بلاد عمر بلاد هو بلاد عمر بلاد. وهو يرجع ولد عمها. ولد عمها كانوا كيبغوا بعضياتهم من الصغر وكان زوين حتى هو. الا كانت هينا زوينه ضروري حتى هو غيكون زوين. رجع وسولهم على هينا فين هي هينا؟ قالوا لي هينا ماتتش. قالوا لي لا ما يمكنش. قال لهم هينا قتالها الغول. قال لهم وريني القبر ديالها. داكشي اللي داروا داو القبر ديالها خلاو تما كيناش كيبكي يوميا يجي تما كيبدا يبكي. هينا مشاش هينا مشاش يوميا. واحد المره وهي تشوف واحد السيده كتجي عندها تقول لي وليدي انت ديما كتجي هنايا مالك ياك لاباس؟ هو يقول لها لا لا راه القبر ديال هينا هذا تلا الغول وانا كنبكي عليها. تقول لي لا وليد هذا القبر ماشي ديال هينا القبر ديال واحد مجهول علاش انت كتقول بلي هذا القبر ديال هينا؟ قال لي لا راه كنت مسافر وجاو لدارنا قالوا لي هذا راه هو القبر ديال هينا. رجع للدار هو يقول للخادم قال لها دير لي العصيده. هو يحط ديك العصيده بحال هكا وشد اليد ديال امه ويقول لها قول لي دابا هينا فين هي ولا خشي لك يدك في هاد العصير. وليدي هينا خطف الغول. ومن اللي عرف باللي هينا باقا حيه وخطف الغول مشى هز العود ديالو والسلاح والسلحامو حوايجو الماتريال ديالو المهم داك الباكاج ديالو كامل اللي غادي غيحتاجو في الطريق. ومشى كيعمر تا هو بلاد وكيخو بلاد ويوصل كودية الصفرا ويقول لها والكودية الصفرا عمالك تصفاري وتزيدي في الصفوريه. قالت لي وعلاش ما نصفار؟ هينا داز من هنا فهاد ديك الكوديه زاد غادي 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 عاوتاني هو يوصل الكوديه الكحله. والكو ديال كحله مالك تكحالي وزيدي في الكحوليه يوب سيف مالك حال وهينا دازت عليا غادي بحال ما هكا كاع الكو ديال داز اليوم ويوصل الكو ديال البيضة. والكو ديال البيضة مالك تبياضي وتزيدي في البيوضيه يوب سيف من بياض وهينا كاينه فيها ماك ويهبط الباكاج ديالو وهبط العود كلشي حط داكشي كامل ودخل ديك القبيله كيسول فين هي دار الغول فين هي هينا كلشي كيهرب منه تما كلشي مسحور. حد السيد هو يقول لي كتقلب على هينا اللي جاب الغول. قال لي راه هي الدار ديال داكشي اللي دار مشى حد داكشي تما بانت لي واحد الفروج وعيط اللي جا عنده بحال ما هكا ويقول لي هينا اش كدير؟ قال لي كتغزل الصوف اللي غتمشي غتلوى الصوف برجليك وغتخرج هي غتشم. داكشي اللي دار مشى خدا لها الصوف لوا برجلي خبلو لها وخرج ويطلقها. هو كان كيصحابها ملي غادي تشوفو غادا تفرح وتضحك وتعنقو هي ما عنقت وما دارت حتى شي حاجه من هادشي. دا قالت لي غيجي الغول غياكلنا بجوج. قال لي انا جيت باش نديك شافت قرب يجي الغول شافو المطمورة مورا هي ديك البلاصه في كيدير الزرع الناس ديال بكا شافو ديك المطمورة ودورت بيه الحنه والقطران بحال ما كبش الغول ما يشمش الريحه ديالو. وملي جا الغول كيشمشم قال لها كاينه ريحه البران هنا. لا راه كنا ريحه لا ريحه بنادم كاينه عندي هنا. الغول باش يتاكد مشى لوا الشعر ديالو في يديها ونعس. ملي نعس الغول هزت المقص قطعت الشعر ديالها على الطراف ديال اليد ديال الغول ودقت الحنه مزيان ولطمتها في الدار كامله وهزت ولد عمها من المطمورة وهو ولا
دوك ذا المهرس دوك دوك هينا مشاد دوك دوك هينا هرباش دوك دوك هينا هرباش ناض الغول الغول هو يتبعها غادي كيجري 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 كيقول لها هينا رجعي كتقول ليه ما بغيتش يقول لها هينا رجعي كتقول ليه ما بغيتش هما يفصلوا الواد الاول الواد فيه الماس عامر غير بالما ولد عمه هو يقول الواد قال ليه قال لي والواد وان شفت الفوتوك وحمل الشيء اللي دار تدازو ما يو يحمل الواد وصل ليه الغول هو يتعيط له واه هنا اش قلتو للواد اللي قلنا ليه حمل الفوتوك ونشف داك الشيء اللي دار قال لي وحمل الواد الفوتوك ونشف ملي داز منه كله تجرح لي رجليه كذا هادي المهم علينا فات داك الواد عاوتاني وما يوصلوا الواد الثاني واد فيه غير البراوات والمخايط هو يقول له واه هنا اش قلتو للواد تقطعتوه اللي يقول لي حمل الفوتوك ونشف الشيء اللي دار قاعد جرح رجليه وريدو البراوات في رجليه ما لقى كيفاش يدير وما يوصلوا للواد الثالث اللي فيه الملحه عارفين الجزائريين ملي كيكونوا مجرحين ومدبحين وكذا كدير الملحه باش ما تحرق داكشي اللي وقع دازو منو قال لي والواد ونشف شن فوتوك حمل عاوتاني الغول هو يسول هينا قال لي هينا اش قلتو للواد قالت لي راه قلنا ليه حمل حتى الفوتوك ونشف الشيء اللي دار وصل ليه هذاك الملحه وداكشي رجليه ما بقاش قاعد يتحرك والو هينا نجيب لك سربيه قالت لي ما بغيتوش هينا نجيب لك دبليج قالت لي ما بغيتوش قال لها هينا نجيب لك قفطان قال لي ما بغيتوش قال لها هينا ولا لقيتو جوج فراخ طاربين ما تفكهمش داكشي اللي وقع غاديين 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 تلقى الدبليج ما خداش لقاو القفطان ما خداوش اي حاجه داكشي اللي قال لها كتلقاتو في الطريق ما هزاتش غادي في الطريق او جوج ديال الفراخ مضاربين بحال ما هكا هو وقف قال اش غندير اش غندير غنفك قالت لي ما قلت ليك ما تفكهمش راه داكشي اللي قال له الا ماش غيوقع كاع حتى كيفكم واحد من هذوك الفراخ هو ياكل ولد عمه اجر الله اعلم هذه ما تدخلش للدماغ نهائيا المهم علينا حيت ديك الارض كامله مسحوره بالسحر ديال الغول ملي شافته هو ياكلها داك الفرخ ومشى علا هي بانت ليها وحليبه بحال ما هكا بدات كتعيط ليها اجي اجي جات عندها ملي جات عندها وهي ذبحها ذبحاتها ولبست الجلد ديالها وهي تسيف كلمه الله اعلم كيفاش لا ما يضركم راسكم المهم علينا هاد السيفات كالبارك باش فوق من العاود مشات غادا 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 بحال ما كون يبان لها واحد السارح داك السارح تعجب بانت لي كلبه وفوق من العاود وكذا وهادي دخلها دوز الكلبه مع الكلاب ودخل العاود للزريبه مع العاود وداكشي خلاهم ولا داك الطير كيجي كل ليله كيوقف فوق من الحيط وتيسولها كيقول لها واهينا واش عشاك الليله عشايا النخاله والعظام ورقاد بالبهاي قرح قرح قلبي قرح قرح قلبي كيعاود عاوتاني يجي كل ليله بحال ما هكا ويعاود الليله الاخرى كيقول لها واهينا واش عشاك الليله كتقول عشايا النخاله والعظام ورقاد بالبهاي يقول لي قرح قلبي قرح قرح قلبي قرح يعاود عاوتاني مره اخرى واحد الليله هو يحضيهم واحد الشجر ديالهم يحضي داك الطير ملي كيجي كيرقى قدام الحيط وكيبدا يدوي يقول له واهينا اش عشاك الليله كتجاوبو هي عشايا النخاله والعظام ورقاد بالبهايم صافي ملي شاف بحال ما هكاك هو يقول للسارح سارح واحد الليله هو يقول لمرتو قال لها سير جيبي ديك الكلبه وكليها الفتاش ونعسها بين البنات داكشي اللي دار مشا وعطاوها الفتاش ونعسات بين البنات وديك الليله هو يجي الطير ويوقف فوق من الحيط ويقول لها هينا اش عشاك الليله عشايا الفتات ورقاد بالبنات ولا فرح فرح قلبي فرح 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 قلبي صافي ملي شافو بحال ما هكا ويمشي هاد الهضره عاود الناس ديال القبيله والحكماء ديال القبيله هما يفتيو عليه واحد الرايه اللي غتعرض على دوك الطيور كاملين اللي كاينين تماك غتعرض عليهم ودير لهم واحد الوليمه واللي بقى تما كيناتو ما مشاش عرفو هذاك هو ولد عمه داكشي اللي دار تمام عرض عليهم وخلاهم تما كاملين مشاو الا واحد الطير اكيد هذا هو اللي هو داكشي اللي طرا بالفعل بقى تما كاينات هو يقول ليه لوح الدري هو يقول ليه اللي بغيتي عمى قال ليه لا ما كليتش اللي بغيتي عرج قال ليه لا ما كليتش قال ليه غير لوح ولك ناقصه شي حاجه المهم بقى بحال ما هكا كيقول ليه بحال ما هكا حتى الاخر هو يلوح ليهم ولد عم هاي ملي لاح ولد عم هاي دازت ليام هو يقول ليهم سوجوني بديك الكلب قال ليه يا وليدي الله يهديك غير كلبه قال لي ما صافي جوجوني بها قال لي صافي غنجوجوك بها زوجو بها دخلوها عنده للبيت هو يقول لها ودابا بقيت غير انا وياك حيد عليك داك الجلد حيدات على الجلد ديال الكلبه وقيدا بها هايه في الجمال هو داك السارح هو يصيفط مرتو قال لها سيري شوفي داك الدري لا تكون خاصهم شي حاجه ولا تكون ديك الكلبه كلاتو ولا شي حاجه مهم بحال ما كطمئن عليهم داكشي اللي دارت السيده مشات عنده بحال ما هكا ملي كتحل الباب يا سلام ها واحد الدريه تبارك الله هايه في الجمال شي تشيزه والله هاينا ولد عمها عاودوا القصه ديالهم داك السارح بحال ما هكا وقال لي خاصنا نرجعوا للقبيله
قبيلة باش نعاودو قصتنا للناس كاملين شي طمأنوا علينا ويفرحوا بينا، ركبوا على العود ديالهم هزوا الباكاج ديالهم ومشاو رجعوا للقبيلة. اللي رجعوا للقبيلة فرحوا بهم ناس القبيلة وطوطوط الطروطوط والناس والخيام زندوا المجامر وشكون هينا رجعات ورجع ولد عمها، داروا لهم واحد العرس تبارك الله كثير. ومن تما اكتشفوا الناس ديال القبيلة باللي عمرهم بقاو يخلونا العيالات يمشيو يحضروا، وانا قصتي مشات من الواد للواد وبقيت مع الناس الجوا. شكرا لكم بزاف، والقصة ديال اليوم سالات، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وعذروني عذروني بزاف حيت ما موالفش على السطريس ديال الكاميرا، تهلاو ليا فراسكم.